بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح مع بعض برنامج إدارة الصيدلية. أول حاجة البرنامج أيقونته أهي، تمام. هنبتدي نفتح كلمة السر. أول ما البرنامج بيتسطب كمدير النظام بتكون 1 2 3، وهنا طلع رسالة إن البرنامج عبارة عن نسخة تجريبية، تمام. النسخة دي هتشتغل 30 مرة بس، وبعد كده تقفل، وبيديك بس تحذير كل مرة بيقعد يعد لحد ما ينهي عليها خالص. دي الشاشة الرئيسية للبرنامج، تمام. أول حاجة فيه اللي هي الأدوية. البرنامج تشل الأدوية أول حاجة متسجل في البرنامج تقريبا 27,000 صنف دواء وإكسسوار بالباركود بتاعهم، ببياناتهم، بأسماء الشركات المنتجة، بكل حاجة. أول حاجة نجيب عرض الأصناف دي، وهنا جايب كل الأصناف المتسجلة، وأنت لو عايز تضيف صنف جديد بتضيفه هنا. يعني صنف جديد نزل السوق بتضيفه من خلال الشاشة دي. هنا بتتنقل بينهم، يعني هو كل صنف هنا تنقل بينهم، هنا الاسم والباركود والسعر والوحدة الكبرى والصغرى، كل الحاجات دي متسجلة تمام. والكميات هنا، يعني مثلا الصنف ده في منه علبتين هينتهوا في 2015، في منه 3 علب تانيين هينتهوا في 2014. فتسجل الكميات هنا تحت بعض وتبتدي تدوس إضافة. ولو عاوز تسجل واحد جديد بتدوس هنا يجيب لك جديد، وهنا طبعا بحث تحط بالباركود، هنا هيطلع لك اسم الدواء ببياناته كلها. دي شاشة الأدوية، شاشة عرض الأصناف. في النواقص بقى، النواقص اللي هي طبعا كل دواء بيبقى ليه حد أدنى، تمام. لما الدواء بيقل البرنامج بيديك تحذير عن الشاشة، على الشاشة الرئيسية، إن الدواء ده قل، وبيديك اسم الدواء ورقمه، وبيديك المورد، بيقترح عليك المورد اللي أنت تشتري منه، يعني ونسبة خصمه. يعني هو انت مثلا عندك 10 موردين، بيختار لك اعلى مورد بيعمل لك نسبة خصم فيه. هنشوف، احنا هنجرب الكلام ده كله دلوقتي. في انتهاء الصلاحية قريبا، اللي هي انت بتشوف، عاوز تشوف عندك الادوية اللي عندك في الصيدلية صلاحيتها هتنتهي امتى. طبعا هو البرنامج لسه مش متسجل في اي كميات، فمفيش حاجة. في جرد الاصناف. جرد الاصناف دي هنا لما تيجي تعمل بحث بيعرفك كل الأدوية اللي موجودة عندك على الرف دلوقتي في الصيدلية قد إيه سعرها والكمية الموجودة منها وكل حاجة عنها. وممكن تبحث بالشركة المنتجة، يعني تختار، عاوز تعرف الشركة، شركة زي شركة أوريجينال دي، عاوز تعرف الأدوية بتاعتها الموجودة قد إيه وقيمتها قد إيه. أو ممكن تبحث ببحث بالكمية، يعني عاوز تعرف من 5 لـ 6 مثلا الموجود منهم قد إيه، تمام. تاني حاجة في الموردين، انت طبعا لازم تسجل الموردين اللي عندك من هنا من عرض الموردين، تختار أسامي الموردين كلهم مثلا، فليكن مورد واحد، وبتسجل الشركة بتاعته والتليفون والعنوان وكل البيانات دي، وتدوس إضافة. تم الإضافة، تختار مورد تاني، تمت الإضافة. وهنا طبعا ممكن تبحث، ودي أزرار التنقل وكل حاجة. كده أنا أضفت موردين عشان نشتغل عليه. في بقى تقرير الموردين. تقارير الموردين دي بتبقى عبارة عن، يعني مثلا انت عاوز تعرف المورد الفلاني عملت منه عمليات شراء قد ايه، يعني عمليات شراء قد ايه في فترة معينة. بتحدد الفترة وتختار عمليات الشراء وتدوس بحث، هيظهر لك يعني اجمالي المبلغ بتاعه والربحية ومتوسط الخصومات بتاعته كمان، عشان تعرف مين اكتر مورد بيعمل لك خصومات. ودي حسابات الموردين، لما يكون في مورد جاب لك فاتورة وانت ما دفعتش الفاتورة كلها، فبيبقى في حسابات مترحلة اللي هي مديونية عليك. تختار يا اما تبحث بكل الموردين، يا اما لو انت عاوز تشوف مورد واحد بس باقي له عندك كام، تمام. في طبعا هنا الـ3 شاشات الرئيسيه اللي المفروض ان اللي واقف في الصيدليه يشتغل عليهم: المبيعات والمشتريات والمرتجعات. نشوف اولا المشتريات. اول لما بتفتح الشاشه بتدوس على زر الجديد ده عشان بيجمع 27,000 صنف، كل حاجه بيجمعهم هنا. هو بس أول مرة، يعني مش كل مرة، تمام. فأنت الشاشة هتفتحها بس أول مرة، تدوس على زر جديد هيجمع الأصناف دي كلها وتبتدي تشتغل عليها. جهاز الباركود دي فاتورة شراء جايلك. جهاز الباركود طبعا المؤشر هيكون واقف هنا، أول ما الباركود يتحط هنا الدواء أوتوماتيك هينزل هنا كده، يعني أي باركود هتحطه، تمام. بس طبعا أنا معيش باركود دلوقتي، فهختار أسامي الأدوية يدويا، يعني دي كلها أسامي الأدوية بالإكسسوارات بكل حاجة. ياخد مثلا بنادول، ده بتحدد طبعا الكمية مثلا 5،
وتاريخ انتهاء صلاحيتها اللي انت اشتريته بيها، ونسبة الخصم اللي بيجيلك فاتورة من الشركة، وتحدد المورد اللي انت هتشتري منه، ويا اما تدوس هنا انتر يا اما تدوس على زرار اضف وتختار. لو هتختار صنف تاني كده وتحدد، هو بيجيب لك الوحدة بتاعته وبيجيب لك السعر اوتوماتيك. تمام. وهكذا بقى، لو انت عاوز تضيف يعني 100 200 في فاتورة واحدة عادي. هنا في كمان بديل الدواء، يعني مثلا دواء زي بنادول ده، يعني دواء زي ده عاوزين نشوف البدائل بتاعته، بحيث ان اللي واقف في الصيدلية لو هو مش دكتور وعاوز يعرف بديل الدواء ده حسب المادة العلمية بتاعته، فهيجيله هنا كل البدائل بتاعة الدواء ده، هيجيله هنا كل البدائل بتاعة الدواء ده، يشوف البديل بتاع الدواء اللي هو عاوزه ويختاره من هنا، هيجيله هنا. طبعا هنا الإجمالي الفاتورة 238 جنيه، هتكتب هنا المبلغ اللي انت دفعته واسم المسدد اللي هو سدد الفاتورة، مثلا فليكن سددت منها 200 جنيه، واللي سددها مين. تمام. انت بتدوس حفظ او انتر، اتحفظت، هيجيب لك الفاتورة اللي بعدها على طول تضيف فيها. الفاتورة اللي بعدها تضيف فيها دي اولا شاشة الشراء، انت بتقفلهاش، انت بتدوس في اي حتة فاضية وبتكون موجودة عندك تحت شاشة الرئيسية والشاشة المبيعات، دوس برضو على جديد. بس طبعا ده مش هتبقى كل مرة، لأن هي الشاشة بتتفتح مرة واحدة بس، مثلا زي الشراء تفتحها مرة واحدة بس، والبيع ويفضلوا شغالين طول اليوم. تمام. شاشة البيع جاهزة. طبعا وهنا اول لما بتختار الصنف، لو الصنف ده موجود عندك انت مسجله، هيجيلك هنا تاريخ الصلاحيه بتاعه اللي انت سجلته بيه. طبعا الصنف ده مش موجود، انا هختار الصنف اللي انا لسه مسجله دلوقتي. طبعا هو محدش هيكتب بايده، بتحط الباركود هنا والدواء بيظهر اوتوماتيك، بس انا عشان ما عنديش باركود دلوقتي انا بكتب بايدي. بنادول ده اللي انا لسه مسجله، انا سجلت من شويه تاريخ صلاحيته 30/7/2017، فليكن ان انا عاوز ابيع واحد منه، وهنا بيقول لك الكميه الموجوده منه 5 اللي انا سجلتها، اللي انا لسه مسجلها في فاتوره من شويه 5. لو انا عاوز ابيع شريط بختار من هنا شريط، لو انا عاوز علبه بختار علبه، والكميه طبعا بحددها مثلا فليكن علبتين، وادوس انتر. تمام. وادوس وهنا طبعا برضو نفس الحكايه، بديل الدواء، وادوس على حفظ، ينهي ويجيب لي الفاتوره اللي بعدها. هنا لو جيت جبت بنادول ده تاني، قال لي الكمية الموجودة منه 3 لأن أنا بعت منه 2، وهكذا. طبعا وهنا بيجيب لك إجمالي مبلغ الفاتورة. في تالت حاجة، أهم حاجة، اللي هي المرتجعات. المرتجعات دي اللي هي لما زبون، يعني أنت زبون اشترى منك حاجة وجاي يرجعها لك، كأنك بالظبط يعني بتعمل عملية شراء، أو إن أنت بترجع دواء مثلا تاريخ صلاحيته انتهى بترجعه للشركة للمورد، فبتختار لمورد معين وتحدده. فليكن مثلا ان انا طبعا برضو نفس الحكايه، انا هختار بايدي لان معيش باركود، لكن اللي هيشتغل فعليا هيشتغل بالباركود، هيبقى الموضوع اسهل من كده بكتير. اخترت ده مثلا، هو جاب لي ده ان هو ب 25، انا من زبون، من زبون دي يعني انا هضيفه عندنا. تمام. انا ضفته، هضيف منه 5 كمان بس كده خلاص. تمام. ايه، انا ضفته كده، شاشات مفتوحة تحت هي بتفضل مفتوحة قدامي طول اليوم، وأنا بختار الشاشة اللي أنا عاوزها منها. نيجي بقى في التقارير، يعني أنا في التقارير دلوقتي عاوزين نشوف إجمالي مشتريات الصيدلية في فترة وليكن الفترة دي اللي أنا لسه عامل فيها عمليات من شوية، اللي العمليتين اللي أنا لسه عاملهم دلوقتي. جاب لي هنا إجمالي مبلغ الشراء للصيدلي 238، مبلغ الشراء للجمهور 265، إجمالي مبلغ الربحية بتاع الصيدلي 26 جنيه ونص. طبعا 26 جنيه ونص دول جم بناء على نسبة الخصم اللي هي 10% دي. تمام. والبرنامج فيه إمكانية إن أنت لو عاوز تبحث بالوقت، يعني مش باليوم بس، أنت عاوز تبحث من فترة 11/8 ل 11/8 الساعة كذا، يعني هنا مثلا الساعة 2:05 صباح، فأنا لو هنا عاوز أبحث من 2:04 تمام هيجيبهم لي، لكن مثلا لو انا عاوز ابحث من 2 و3
الاتنين واربعة ما جابهم ليش، لان ايه؟ لان عملية البيع اللي حصلت ما حصلتش في التوقيت ده. تمام، في اجمالي مبيعات الصيدلية في فترة برضو نفس الحكاية بتاعة البيع، ان انا هشوف عملية البيع الوحيدة اللي انا لسه عاملها دلوقتي، هو قال لي ان انا اجمالي مبلغ البيع في فترة في الفترة دي عن 14 جنيه، نسبة الربحية بتاعتي 1.4. في برضو ان انا بحدد التاريخ اللي انا عاوز ابحث بيه، لو عاوز ابحث بالوقت بعلم على التشيك دي، اعملها تشيك واختار الوقت سواء صباحا او مساء او كده وابحث بيه، بحيث ان انا اعرف مين اللي كان واقف في الصيدلية اللي كان بيبيع ساعتها. في هنا طبعا اللي هو اجمالي ربحية اضافية واجمالي خصم اضافي. الربحية الاضافية والخصم الاضافي دي يعني مثلا لما يكون ايه، واحد انت مطلع علبة دواء لواحد قريبك او صاحبك او كده، فانت عاوز يعني تديها له ببلاش، فطبعا لازم تسجل كل حاجة في البرنامج. تمام، فبتعمل ايه؟ في شاشة المبيعات، في ربحية، في هنا خانة شاشة اسمها ربحية او خصم اضافي، بتفتحها زي كده بتحدد المبلغ. مثلا انت اديت لواحد صاحبك علبة دواء ببلاش ب5 جنيه، بس هي ب5 جنيه، بتيجي هنا في الشاشة دي وتسجل اللي انت اديتها له، وتسجل التاريخ اللي انت اديتها له فيه، تختار هنا اضافة المبلغ الى الربحية او خصم من الربحية. طبعا انت اديته علبة دواء ببلاش فتختار خصم من الربحية، تم الخصم. اضافة المبلغ الى الربحية دي عبارة عن ايه؟ في شرايط دواء بتتقص، مثلا بتبقى هي سعر شريط الدواء ب3.5 جنيه، بعد ما تتقصقص وتتباع قرص قرص بيطلع سعرها ب5 جنيه، يعني في مكسب 1.5 جنيه. فالمكاسب اللي زي دي بتجمعها في الاخر وتيجي برضو تضيفها هنا عشان تضاف الربحية بتاعتك. هنرجع للتقارير تاني، اجمالي مبيعات السنة في فترة. تمام، وهنا ايه جاب لي المبلغ والمبيعات. في عندي هنا شفنا احنا المبيعات والمشتريات، في المصروفات. المصروفات دي طبعا موجودة فين؟ هنا في الإعدادات مصروفات. عاوز أنا مثلا بدفع إيجار الصيدلية، اشتراك نت، كهرباء، مية، نور، أي حاجة، فبختار مثلا هنا كل أنواع المصروفات. هنا بختار النوع اللي أنا عاوزه، إيجار مثلا 100 جنيه، والتاريخ اللي أنا دفعت فيه، وأدوس إضافة. طب فليكن مثلا إن أنا عاوز أضيف حاجة غير دول، يعني إيجار، مرتبات، فاتورة كهرباء، فاتورة مية، اشتراك نت، تالف، لوازم صيدلية أخرى، أنا عاوز أضيف حاجة زيادة. فبطلع من الشاشة دي وبخش في شاشة أنواع المصروفات. هنا عندي كل المصروف، أنواع المصروفات، بضيف مصروف زيادة، بكتب اسمه مثلا أي حاجة، أي حاجة، وبدوس إضافة. تمت الإضافة، أرجع هنا ألاقيها اتضافت هنا. تمام، طبعا نشوف إجمالي مصروفات الصيدلية، نفس الحكاية 100 جنيه اللي أنا لسه مسجلها دلوقتي. إجمالي مرتجعات الصيدلية، نفس البيع والشراء، بس طبعا ايه من المرتجعات اللي هي تختار من زبون او الى مورد. الى مورد تقريبا احنا ما عملناش فمش هيجيب حاجه. تسجيل فواتير الموردين، تمام، احنا في الموردين هنا، في حسابات الموردين اللي احنا كنا اجلناها، هتفتح حسابات الموردين دي، في فاتوره شراء احنا عملناها وكان باقي مبلغ عليها 38.5 جنيه للمورد اللي هو اسمه مورد واحد ده، واللي سدد الفاتوره اسمه محمود، فاحنا عاوزين المورد ده جه وعاوز ياخد بقيه مستحقاته. فانت لو هتسجل له هتسدد له الفاتوره كامله، هتكتب ايه؟ هتحدد على تسجيل الفاتوره كامله دي وتدوس زرار تسجيل، تحدد الاول اسم اللي هيسددها تاني برضو. تمام، تمام كده تسدد. لو انت كنت هتسدد جزء واحد من جزء من الفاتوره، يعني مش هتسددها كامله، تختار تحديد تسديد جزء وتحدد الجزء ده وتدوس تسديد. نرجع هنا تاني للتقارير، في تقرير اسمه تسديد فواتير الموردين، جاب لي هنا اللي انا لسه عاملها دلوقتي، محمود سجل مبلغ 38.5 جنيه للمورد اللي اسمه مورد واحد يوم كذا. انت طبعا بتحدد هنا الفترة اللي انت عاوز تعرف فيها الفواتير بتاعة الموردين دي، لو عاوز تمسح البيانات بتختار مسح البيانات في هذه الفترة. في تقرير مبيعات الأدوية، بتختار الفترة اللي انت عاوز تعرف فيها مبيعات الأدوية قد ايه، عاوز تعرف أعلى دواء بيتباع عندك. لو انت مثلا عندك 500 600 دواء اتباعوا في يوم واحد، فهو او في فترة معينة، فهو هنا بيجيب لك الدواء، كل دواء وعدد مرات البيع بتاعته، يعني الدواء ده اتباع مرة واحدة، الدواء التاني اتباع مرتين، الدواء التالت اتباع 5 مرات. هنا بقى بترتب الأدوية حسب الأكثر بيع، يعني لو عندك دواء اتباع 3 مرات ودواء اتباع 5 مرات، هيجيب لك اللي اتباع 5 مرات الأول وهكذا، واللي تحته تنازل، يعني ترتيب يعني، وده عكسه تماما، ترتيب الأدوية حسب الأقل بيع. دي مجرد إحصائية.
صافي ربح الصيدلية في فترة، هنا بقى بيجيب لك يعني صافي ربح الصيدلية في فترة. يعني أنا عملت عملية بيع واحدة بس كسبت منها جنيه وأربعة من عشرة. أنا صرفت بقى في الصيدلية مصروفات الصيدلية 100 جنيه، فهو هنا جايب لي إن أنا صافي الربح جاي عليا بخسارة 98، لكن لو العكس هتلاقي المبلغ ده زيادة. في هنا طبعا يعني في المبيعات والمشتريات والمرتجعات، يعني عندك هنا في إضافة عملية بيع، تمام، دي اللي هي المبيعات اللي هي دي، في البحث في عملية البيع، يعني عاوز تبحث تعدل تعمل في أي فاتورة. لو أنت عاوز تبحث في فاتورة يوم معين تختار بحث بيانات يوم معين وتدوس يعني يوم، أو لو أنت محتاج فترة بتحدد الفترة وتدوس برضه بحث، أو لو أنت عارف رقم الفاتورة بتدوس رقم بتحدد رقم الفاتورة وتكتب رقمها وتدوس. هنا لو انت عاوز تحذفها، يعني انت عاوز تحذف الفاتورة دي في اليوم ده، هتختار حذف فواتير اليوم المحدد. لو انت محدد فترة كاملة هتختار حذف الفواتير في الفترة المحددة. لو انت مختار فاتورة معينة زي كده هتختار حذف الفاتورة المحددة. هنا برضو إمكانية البحث بالوقت، ان انت عاوز تبحث بالوقت برضو، يعني اليوم مع الوقت. لو عملت التشيك دي صح وانت كده بحثت بالوقت، لو عملتها غلط لو ما علمتهاش يعني يبقى كده هتبحث بالأيام بس. في المرتجعات، في البحث في المرتجعات برضو نفس الحكاية، هتختار اليوم اللي انت عاوز تدور فيه. هنا من زبون او الى مورد، يعني انت عاوز تختار تبحث هنا. عاوز تجيب لك العمليات اللي من زبون او الى مورد. لو الى مورد مفيش، لا يوجد مبيعات في هذه الفترة، الاثنين يعني اللي هما الاثنين مع بعض يعني هيجيبهم لك. هنا برضو لو عاوز تحذف الفواتير دي كلها نفس حكاية البيع. المشتريات، في البحث في عمليات الشراء برضه نفس حكاية البيع. انت هنا لو حددت فواتير يوم وعاوز تبحث تحذف الفواتير في اليوم المحدد او في الفترة المحددة او في فاتورة معينة زي كده، او لو انت عاوز تعدل في الفاتورة، يعني الفاتورة دي انت عاوز تعدل في بياناتها بعد كده، تختار تعديل الفاتورة. هنا هتظهر لك الشاشة دي، تقف على الفاتورة اللي انت عاوز تعملها وتعدل الكمية وتعدل الرقم وتعدل اي حاجة وتدوس تعديل، او ان انت تحذف خالص. خلاص كده دي البوم. فاضل في التقارير البحث بالاسم العلمي على حسب الربحية. البحث بالاسم العلمي دي على حسب الربحية، وهنا بيحضر لك يعني كل الأسامي العلمية بتاعت كل الدواء، بتاعت كل الأدوية. كل دواء طبعا بيبقى فيه اسم علمي مشترك بين 5 6 أدوية، فأنت مثلا لو اخترت اسم علمي معين لدواء هو هيقول لك إيه بقى، هيجيب لك كل الأدوية اللي فيها الاسم العلمي ده، بس هيجيب لك نسب الربحية بتاعتها. يعني مثلا الاسم العلمي ده في منه دواء واحد، الدواء واحد ده نسبة الربحية بتاعته جنيه، وفي منه دواء تاني بنفس المادة العلمية نسبة الربحية بتاعته جنيه ونص. فهو هنا هيعرفك ان المادة العلمية دي ليها دوائين، كل دواء وفي دواء منهم اعلى من التاني في الربحية، بحيث انت لما تيجي تبيع تعرف ان الربحية بتاعت كل دواء وتبيعه بناء عليها. في هنا بحث بالاسم التجاري على حسب خصم المورد. هنا أول لما بتدوس على الشاشة دي بيحضر لك 27,000 صنف، برضه نفس الحكاية، عشان كده بتتأخر تقريبا من 4 ل5 ثواني. بتعرف يعني عاوز تعرف كل دواء اسم تجاري بقى، يعني كل مورد ورد لك يعني آخر خصم عمله لك على الدواء ده مثلا زي كده. هشوف اللي أنا خزنته عندي اللي هو اسمه بنادول ده، أهو ده، هدوس بحث. هنا جاب لي ان البنادول ده مورد واحد عمل لي عليه خصم 10%. لو بنادول ده في اشتريته من مورد تاني غير مورد واحد ده، مثلا مورد اتنين، ودوست انتر زي كده هيجي لي نسبة الخصم بتاعه، عشان اقارن بين نسبة خصم الموردين بحيث ان انا اعرف انهي مورد بيعمل لي خصم اكتر. في اخر حاجة تعتبر موجودة اللي هي النسخة الاحتياطية. طبعا انت يعني لما تيجي تدوس خروج من البرنامج هو بيسألك هنا سؤال، يقول لك هل تريد اخذ نسخة احتياطية، يعني انت عاوز تاخد نسخة احتياطية ولا لا. يعني انا هخش على النسخة الاحتياطية هنا، يعني تقريبا كل يوم او يومين لازم تاخد نسخة احتياطية من قاعدة البيانات عشان لو حصل دروب. واختار مكان، اعمل فولدر مخصص للداتابيز وادوس اخذ، يعني ادوس اوكي سيف، هاخدها. هتكون في النهاية عبارة عن الشكل ده،
تمام. بعد كده بقى لو انا عاوز اعمل استرجاع لنسخة احتياطية انا خدتها بعد مثلا سطبت ويندوز جديد وعاوز اعمل استرجاع لنسخة خدتها قبل كده، هختار دي واحدد مكان النسخة اللي انا خدتها. تمام، طبعا هي بتكون نزلك بالتاريخ اللي انت خدتها زي كده مثلا، بحيث ان انت تعرف النسخة دي خدتها يوم ايه او كده، وتدوس على اوبن هيجدد لك قاعدة البيانات اللي موجودة كلها. والبرنامج طبعا عبارة عن برنامج تجريبي بيفتح لمدة، بيفتح 30 مرة بس وبعد كده بيقفل. في طبعا هنا الوحدات اللي موجودة في الإعدادات، شاشة الإعدادات، الوحدات اللي هي حقنة، قرص، علبة، شريط. لو أنا عاوز أزود أو أنقص أو أمسح أو أحذف أو أعمل أي حاجة منها بعمل من هنا. في طبعا صلاحيات المستخدمين، يعني أنا كمدير نظام كلمة السر بتاعتي 1 2 3، لو أنا عاوز أعدل فيها كده مثلا أعدل فيها أخليها 3 أصفار مثلا، بس حفظ بقت 3 أصفار. لو أنا عاوز أضيف مستخدم جديد اللي هو الشخص اللي بيبقى واقف في العيادة بس، هعمل إيه؟ هضيف، أختار جديد، أعمل له كلمة سر مثلا 1 2 3 4 5، وأختار نوعه مستخدم عادي. بختار من هنا بقى الشاشات اللي انا عاوز افتحها له اول ما يشتغل على البرنامج. اختار اضافة عملية بيع، اضافة عملية شراء، المرتجعات. ده المفروض، يعني المفروض ان انا بفتح له عملية البيع والشراء والمرتجعات بس، مش اكتر ولا اقل. واختار اضافة، تمت الاضافة، تمام. هاجي قفلت البرنامج خلاص، اجي اخش عليه مرة تانية، هختار المرة دي، يعني انا هجرب 1 2 3 4 5 كده، فقال لي ان هي غلط. هختار مستخدم عادي واجرب 1 2 3 4 5، وهنا برضو يعني كل لما اقفل البرنامج وافتحه مره كمان هو بيقلل مره وبيديني تحذير يعني. يعني التقارير، النسخه الاحتياطيه، كل ده مقفول، مفيش حاجه مفتوحه غير المبيعات والمشتريات والمرتجعات، كل ده مقفول. حتى الشاشه الرئيسيه دي عباره عن شاشه مجمع فيها اهم الزراير الرئيسيه في البرنامج ككل، مش فاتح فيها غير المبيعات والمشتريات والمرتجعات. فطبعا لما اجي اعمل خروج بيقول لي هل تريد اخذ نسخه احتياطيه، قلت له يس، هيفتح لي شاشه زي كده اخد منها نسخه احتياطيه. تمام، نرجع نخش تاني كمدير نظام. مدير نظام انا عدلت كلمته بقت 3 صفار مش 1 2 3، اهو برضه بقت 19 مره. هنا بقى يعني حصل حاجه، بيقول لي يوجد واحد صنف وصل الى الحد الادنى، هدوس عليه كده اشوف الحكايه دي. هو جايب لي ان الصنف اللي هو بنادول 24 تاب ده بيقول لي ان الكمية الموجودة منه 3، الحد الأدنى اللي أنا محدده ليه 3 برضه، فهو بيقول لي ان ده تحذير. هنا بقى مديني المورد المقترح ان أنا اشتري منه. طب افرض أنا اتصلت بالمورد ده مش موجود عنده الدواء ده، يعني اتصلت بيه ومش موجود عنده، فبدوس على زرار الموردين المقترحين، المفروض ان هنا يعني هتظهر لي قايمة، هتظهر لي قايمة كده بأسامي الموردين اللي بعده، يعني المورد ده مش موجود عنده يجيب لي اللي بعده على طول، كله مورد ونسبة الخصم بتاعه. وهنا أنا عندي مثلا 50 دواء ناقص من الصيدلية، فعاوز أعرف الأدوية اللي ناقصة من شركة مثلا اللي هي ميفا دي، أنا عاوز أعرف الأدوية اللي ناقصة منها، وهنا مفيش. فأنا أول ما أختار اسم الشركة، الشركات كلها متسجلة، أكتب مثلا حرف واحد بس، هو هنا بيكمل لي تكميل تلقائي. وهنا في تاريخ انت بتحدده، بص، تاريخ تاريخ تحديد الذي تنتهي عنده الصلاحية. انا مثلا بحدد مثلا 15/12/2014، يقول لي تم تحديد التاريخ الذي بناء عليه سيظهر تحذير الأدوية التي سوف تنتهي صلاحيتها قريبا. انا حددت التاريخ ده، هيجي هنا في التحذير ده هيجيب لي كل الأدوية اللي تاريخ صلاحيتها هينتهي قريب قبل التاريخ ده، يعني هيجيب لي كل، يفرز لي كل الأدوية اللي في الصيدلية اللي تاريخ صلاحيتها هينتهي قبل البرنامج، قبل ال 15/12/2014. بس هو ده البرنامج. وهنا طبعا دي بيانات الصيدلية، انت بتخش في الإعدادات هنا تختار بيانات الصيدلية، وهنا طبعا بتدخل اسم المدير الصيدلية والعنوان والتليفون.